صباحكم ورد مشاهدينا، ومثل ما بنشوف دائما أن الورد هو راحة نفسية، كمان الموسيقى هي غذاء للروح. ومثل ما بيقول جبران خليل جبران، الموسيقى هي بنت الملامح الصامتة، وليدة العواطف الكاشفة عن نفسية الإنسان لما بيكون عنده وعي لحقيقة ما أو إدراك لشيء ما. هي لغة النفوس اللي عم تطرق أبواب المشاعر، وهي كمان لغة العواطف. أكيد نادين، اليوم عم نحكي عن لغة العالم الوحيدة التي تفهم دائما من خلال السمع بدون تلقين أو تعليم. عم نحكي عن الموسيقى وأهميتها المهمة جدا بحياة الإنسان بكافة النواحي. لهيك اسمحوا لي رحب بضيوفي الموجودين معي. بدي أقول للأستاذ باسل الجردي، مدير معهد ناي للموسيقى والفنون. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك ويسعد صباح أعزائنا المشاهدين. أهلا وسهلا فيك أستاذ باسل. كمان اسمحوا لي أقول للطالب أثيل حسون الحائز على المرتبة الأولى على مستوى المحافظة بالعزف على الناي، بدي أقول له ألف مبروك ويسعد صباحك. صباح النور، كيفك؟ تمام. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، وأكيد مبروك أسيل. بالبداية رح نبارك لك، يعني مشان هيك يكون عندك طاقة اليوم أكثر. رح نبدأ معك أستاذ باسل بالبداية، قد كتير مهم فعلا اليوم اكتشاف المواهب خصوصي بأعمار مبكرة أو بأعمار صغيرة. خلينا نقول الحقيقة هي الموسيقى ثقافة حياة. الموضوع بالدرجة الأولى باكتشاف المواهب من الأعمار الصغيرة هو بيوقع على عاتق الأهل. الأهل إن اللي قادرين يلاحظوا من السنين المبكرة، من الأربع سنين، من الخمسة، إنه الطفل إذا واضح عنده ميول للموسيقى، عنده يعني قدرته على تقليد الأصوات، قدرته على 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 التقليد، قدرته. فهون بقى بيجي دور الأهل بإنهم ياخذوا لعند الأستاذ المختص أو ويعلموه والمهارات الجديدة في الحياة. تقريبا من أي عمر أستاذ ممكن يحبذ يعني أنه نحن ننتبه أو نأخذ بإيد الطفل ونقول له؟ هلأ يفضل من السنين الأولى، من السنين الأولى إذا بدك من الشهور الأولى الطفل ينشغل عليه بالسمع بالبيت. يعني بالبيت أنت لو هو ما أنه مدرك لأنه يتعلم أو هيك، لكن هو مدرك يسمع، ففيك تسمعه أنواع من الموسيقى الراقية اللي قادرة أنت بعد سنتين وثلاثة، لأنه هو بالطفل بالشهور الأولى عبارة عن آلة تسجيل، قادر يسجل، قادر لاحقا بتبين معه. بعمر الأربع سنين في كتير أطفال إذا كان عندهم قدرة على التواصل قادرين نعلمهم بالأربع سنين، لكن بأكيد بمناهج بتكون احترافية خاصة هالأعمار هاي، وبده يكون في أسلوب خاص للمدرس مع الشريحة. أتسيل خلينا نتعرف عليك أكثر، نعرف قدي عمرك، شو هي موهبتك، شو هي الآلة اللي عم تعزف عليها؟ بعزف على آلة الناي، عمره 12 سنة. من أيمت بلشت؟ بلشت من أربع سنين، عمره 8 سنين، كنت صف ثالث لما بلشت. حلو. طيب ليش اخترت الناي مشان نعرفك اكثر عن اسيل؟ والله سمعت اول شيء، صرت اسمع يعني عالم عم يعزفوا، عجبتني طريقه العزف عليها، مميزه كثير يعني. حبيت اول شيء اتعلم عليها، فبلشت هيك سماعي اسمع واعزف. بعدين شافوا اهلي موهبتي وسجلوني عندي. بلشت سماعي يعني اول شيء بلشت اسمع يعني، بعدين صرت اعزف يعني. حلو. في حدا بالبيت كمان بيعزف عندك؟ لا لا، بس انت حبيت هيك تختص بهاي الموهبه. تمام. هلا بدنا نقول او خلينا نقول اثيل بده يقول لنا صباح الخير بس على طريقته بالعزف. شو بدك تسمعنا؟ مقدمه القلب يعشق كل جميل. يلا تفضل. Oh,
يا عيني ما شاء الله، يعني فعلا عزف رائع. استاذ باسل، يعني آلة الناي هي من الآلات النفخية الصعبة، يمكن بتحتاج لمهارات فردية خاصة كتير، فشو أهم المهارات اللي لازم فعلا يمتلكها هو عازف الناي؟ بالدرجة الأولى حب الآلة، يعني وقت اللي بيجي الطفل أو أي متعلم بده يتعلم، من المهم جدا أنه هو يكون قرار نفسه أنه أنا أخذ قرار بدي أتعلمها هلا الآلة، حب الآلة. الدرجة الثانية هو لازم يمتلك إذن موسيقي مميزة. يعني حتى في الوقت اللي بيجي بالأيام الأولى بده يتعلم، أول ما بنعمل له اختبارات بسيطة على الإيقاع والإذن الموسيقي، وقت بيكون عنده إذن مميزة عن جد، فوقتها بنرشحه بننصح الأهل إنه علموا آلة كذا علموا آلة كذا. والناي هي من الآلات الحساسة جدا جدا، صحيح. هي سهل ممتنع، تفكرها قصبي وإنما هي تمام. فيها عوالم كتير كتير خاصة يعني. فبناء عليه بدك تختار الطالب، بدك تختار له القصبة المناسبة، بدك تبلش تعلمه الأساسيات الصح والتدريج، توصله لمرحلة أنه يعزف شغلات مميزة مثل اللي المقطوعة يعني الشهيرة لسيدة أم كلثوم اللي يعشق كل جميل، لحان رياض صنباطي، ومقطوعات عالمية. فأسيل من هذول طيب الناس اللي قدروا بسرعة يحقق كثير تطور على هاي الآلة. حلو كثير. طيب ندخل إسا هيك بخصوصيات العزف على الناي. نحن شايفين أنه اليوم عندنا كذا أصبع، صح؟ شو الاختلاف لحتى نعرف أكثر أنه اليوم شو كيف يعني بتختلف العزف، بيختلف الطول، بتختلف الفتحات، شو الوضع؟ طبعا هاي الآلة مثل ما عم قلت لك هي عوالم خاصة جدا، العلم وفيزيائيا كثير بهالموضوع. مثلا العازف لازم يكون معه طقم كامل، يعني مؤلف من 7 إلى 10 قصبات لكل، يعني مثل السلم الموسيقي المدرج دو ري مي، كل قصبة هي مختصة بطول معين، مثلا قصبة الري، قصبة المي، قصبة الفا، هي بتساعده بوقت بده يشارك مع مجموعات مع فرق أو مع مغنيين مطربين. لازم مثلا بيشتغل مطرب على طبقة صوته، طبقة صوته مثلا ممكن بده يشتغل بياتري، فلازم يكون معك قصبة تساعدك تعمل هون، بتشتغل من بيات صوت، بتشتغل من راس الدو. فطبعا فينه العازف يقدر، يعني عازف متمكن بيقدر يعمل احيانا قصبة واحدة كذا شغلة، لكن يفضل يكون الطقم كامل يعني. حلو. طبعا صناعة موضوع كمان موضوع دقيق، الحرفية كتير عالية، بيقولوا حتى في دقة بالحفر بالقياسات، مو اي قصبة صح جاهزة تكون ناي تماما، لانه اكيد بدها توضع العلامات الموسيقيه على القصبه، بده يكون حدا اكيد عنده خبره بهيدا الموضوع. اسيل، رح كمان نرجع لك ونعرف اكثر عنك وعن تدريبك بالعزف، كيف بتتدرب؟ قد ايه استفدت مثلا من الاساتذه؟ يكون في استاذ معك، يعني هو اكيد ما بكفي سماعي بس انك تسمع، لازم تكون عم تدرس موسيقيا لحتى تتمكن اكثر من موهبتك. هلا اول شيء فت بسمع الاستاذ باسل، يعني صار يعني كل يوم ضل اتدرب ساعة. حلو. بعدين شاركت كمان مع الأستاذ غزوان بحفلة، صار إنه اكتسب منه خبرات ومقامات وشغلات جديدة، ومع الأستاذ ممدوح أدناوي يعني. بعدين حبيت الآلة أكتر وأكتر، وصرت اتدرب يوميا ساعات طويلة. حلو. حلو. بتعزف فردي ولا ممكن أنت تعزف مع جماعة؟ جماعة وفردي يعني. جماعة وفردي. حلو كتير. حلو. طيب قديش صار في تحضير قبل المسابقة اللي صارت للطلائع؟ والله حضرت يعني حضرت 2 أسبوع 3 كاملين كلهم تدريب يعني. حلو. أخذت المرتبة الأولى صح؟ حلو. شو كانت المعزوفة يلي تم اختيارها؟ كونشيرتو ناي. حلو. شاك نسمعها زينة؟ نسمعها؟ نسمعها. تفضل. يلا تفضل. Thank you.
شاء الله من المقطوعات يعني الصعبة كمان. إيه لا ما شاء الله على هذا النفس وعلى الأصابع هاي الأنامل الحلوة. هذا القالب الموسيقي الكونشيرتو هو من أصعب القوالب اللي يمكن يعزفها العازف. يعني بصراحة قل ما تشوفي به العمر هذا عمر 12 سنة قادر يعلق بهيك بهيك مقطوعة. يعني غالبا هذا من مستوى طلاب كلية موسيقى أو مستوى معهد عالي. يعني ما شاء الله من أصعب. يعني نحن هلأ سماعيا يعني نحن كمستمعين عم نشوف صعوبة يعني فعلا العزف بهيك مقاطع. وكنت عم تراقبه أنت أستاذ باسل لما اللي عم يعزف يمكن طريقة حركة إيديه والنفس تماما والنفس قديمة كتير مهم فعلا دائما ملاحقة الموهبة الملاحظات كمان تضل عم تتابع سواء بالتدريب أو حتى بال هو حالة البناء الموسيقي هي حالة تراكمية. يعني إن كان أسيل أو أي طالب آخر ما فيك ببساطة توصله لهون. يعني بيكون أنت لك عمليا سنوات عم تبني درجة درجة وبده يكون عم يستجيب ويتدرب ساعات معك لتقدر توصله لهيك مستوى وتقدر تعلمه هيك شيء. بدك تكون مهيئه نفسيا ومعنويا بقراءة النوتة كمان بأصابعه بده يكون جاهز يقدر يعزف هيك شيء لأنه من القوالب فعلا. هلا حتى كنت عم بنتبه يعني على قضية كثير مهمة هي قضية النفس يعني وعضلات الوجه أو الفم خلينا نقول تمام. قديش يعني عن جد بتتعبوا على الطالب بهي القصة لأنه طبعاً. في حرفية وفي يعني تمرينات. أكيد تدريبات صح؟ إلى تمارين خاصة هيدي إن كان النفس وإن كانت استعمال كذا نفخة. هي الآلة ما بس ما فيك تنفخ بس طريقة واحدة في أحيانا طريقة النفخ بتختلف بتعطيك صوت معين وقت في محلات بدك تستعمل بحة الناي كونه إلى خصوصيتها يعني طبعاً. بدك كمان تستخدم طريقة آلة استقلاب النفس وقدرة أنك تأخذ النفس بسرعة لتعطي اللحن الحزين صح. ولا لا صح. للفرح ولا كلام. حسب تمام. حلو كتير أسير أنت هلأ لحد هلأ استخدمت نوع واحد من أنواع الناي بالعزف نوع الثاني تماما تسمعنا أصبة تانية يعني نشوف نحن كمان اختلاف يمكن الصوت أو طقم جديد لأسيل طقم جديد كمان بيستحق بيستاهل أسيل تفضل أستاذ باسل اليوم حصل على المرتبة الأولى على مستوى المحافظة، كيف يتم التحضير بقى على مستوى القطر وأيمت حتكون المسابقة الثانية؟ هلا المسابقة الثانية إن شاء الله قريبا يعني بظن موضوع أيام أو شهر يعني ما أكثر هيك المفروض يكون. هلا أسيل أنا مجهزه من أكثر من سنتين على عشرات المقطوعات مثل لونجا رياض ومثل كونشيرتو ليقدر يوصل اليوم لمرحلة أنه يشارك بأي مسابقة ويكون مميز فيه يكون مالكة للمقطوعة ومتمكن منها. فالفترة الماضية كان عم يشتغل مثلا تدريب 3 ساعات باليوم، اليوم لا صار بده ضاعف أكثر لأنه ممكن يكون في منافسين على مستوى سوريا مانين سهلين يعني. فاليوم إن شاء الله عم يتدرب بشكل كتير كويس وهو يعني مصمم على أنه يكون الأول على مستوى سوريا وأنا كل ثقة. في نقطة كتير مهمة، مو المهم أنه اليوم أخذنا المرتبة الأولى أثيل على مستوى المحافظة، المهم أنه نستمر بالمراتب الأولى صح؟ صح طبعا تمام. وأكيد أثيل يعني عنده هيدا الطموح وعنده هيدا الحماس بأنه يكون دائما بالمراكز الأولى سواء كان على مستوى المحافظة أو القطر. لهيك أثيل طموحك أكتر يعني أنت كيف كمان حابب لوين توصل؟ رح تتابع لآلة الناي ولا ممكن تختار آلة تانية؟ صراحة أنا حابب تابع يعني لأبعد مستوى يعني لأبعد مستوى لو بوصل الوطن العربي بوصل إن شاء الله دوليا يا رب. طيب رفقاتك أثير بالمدرسة وهيك يعني مثلا ما تشجعوا منك لأنه دايما بتعرفي أنه موضوع هيك الغيرة الحلوة خلينا نقول ما أنه الغيرة المانة الظريفة لا الحلوة كمان. أنه الغيرة الإيجابية أنه مثلا حبوا الناي هيك من وراك أنت بتشجعهم شو بتحكوا هيك أحاديث حكي لي.
انا في كثير من رفقاتي يعني حبوا عزفي، وفي واحد مني كمان اشتريناه ليجرب يتدرب. حلو حلو. انا جيران ولا اسيل دائما بيقولوا لي في كثير عازف حلو عم يجي من هال من هذا البيت من هالمنطقه هون. مين هالعازف الجميل؟ حلو. قل لهم ما في هنيك الحسون اسيل. ايه عندك اخوات بالبيت؟ ايه عندي اخت. ايه كمان ما بتشجعهم؟ هن شو اعمارهم تقريبا؟ ولا صغار؟ اصغر مني بسنه يعني 11 سنه. ايه حبيت مثلا هيك شجعته ولا لا؟ ضليت شجعها يعني صارت عم تعزف. صارت عم تعزف. صار حلو. شفتي في غيره يعني في كانت مشاركه بالرواد. ايه في عدوى حلوه يعني. صح. خلينا نقول عدوى، هيدي العدوى الفنيه الموسيقيه. تمام استاذ باسل، كمان خلينا نقول بشكل عام يعني قد ايه كثير مهم اليوم، يعني خلينا نقول كمان هي نصيحه تكون للاهل، كمان نصيحه لكل الطلاب اللي حابين يمكنوا مواهبهم موسيقيا، شو بتحب يعني هيك تخبرهم بتقول لهم يعني من اجل تصقيل او تمكين الموهبه؟ هلا الاهل انا كثير بشد على ايديهم انه دائما ينتبهوا لنوع الموسيقى اللي بيستمعوه اولادهم. كثير مهم هالكلام بالمراحل النمو الاولى، بالاول 5 سنين الاولى كثير ضروري الولد يكون عم يسمع نوع موسيقى كويس، وخاصه يعني الموسيقى الكلاسيكيه، موسيقى صوت البيانو، صوت الالات اللي بتهذب عن جد السمع وبتهذب الروح. بعد هذا السن المفروض بقى يلجأوا لناس مختصين يعني بالتربيه وبالموسيقى، كيف طريقة البناء الصح للإذن الموسيقي وللعلوم الموسيقية الصح، ويساعدوه باختيار الآلة. يعني في طفل أحيان بيجي محدد خياراته، في طفل ما محدد، إن بدك تساعده شوفه أكبر عدد معين من الآلات. لأنه في أساعده بس ما نفرض عليه. صحيح تماما. كثير ضروري كلمة أنه ما نفرض عليه عم نعاني منه، أنه في أهالي بيجيبوا مثلا أنه أنا بدي أعلمه كمان، لك هو شو بدي. هي بتصير غيرة كمان يعني تماما. الغير السلبية هيدا بقى أنه ابن جيراننا عم بيعزف على كمان أو عائلة كمان تاني. هذا موضوع عم يأثر أنه يفضل يكون هو مقرر شو بده يتعلم، لأنه بالنهاية هو اللي بده يتعلم يعني. صح يعني انه هو خلص هذا الطفل حب هيدا الآلة. صح. بيبدأ فيها أكثر. صح. حب هذا الأستاذ بيبدأ معه أكثر. تماما تماما. لأنه كمان في نقطة كتير مهمة، وقت مثلا الأهالي بيفرضوا على ابنهم آلة معينة، معهد معين وأستاذ معين. صح. بجوز أخي هذا الطفل ما حب هذا الأستاذ أو هي الأنسة. هذا موضوع مهم يعني جداً. أنا كتير بشدد، ونحن كنا صغار مثل أثيل يعني علاقة الطالب مع الأستاذ كتير مهمة. أنت يا بتحببني بهي الآلة يا أما بتكرهني بالمادة كلها. صح. لو كان هو بحب. صح. الطفل أنا بركز كتير بالمراحل الأولى اللي بيجي فيها الطالب، طريقة التعامل مع الأطفال، إنه أنا ما كثير بهمني بالأشهر الأولى إنه الطالب قديه بيتعلم يقدر ما قديش يحب الموسيقى تماما أو الرسم. صح. أو أي نشاط عم نعمله يعني. تماما بهمني يحب ويتعلق فينا وبعدين تورط خلص ما بدوره بعدين يورط تماما بعدين لحاله. فكتير مهم هذا يعني، حتى الأهالي في درجة درجات للطلاب يعني، ما ضروري كل الاطفال عندهم نفس الدرجه طبعاً. من التميز الموهبي تماما، في فروق فرديه، لكن حتى اللي عنده خلينا نقول 30% موهبه هذا قادر فيك مع الزمن مع التراكم فيك تعلمه طبعاً. فيك يوصل، ما ضروري يكون مثلا عازف عالمي، ما ضروري يكون على مثل اسيل مثلا موهبه خاصه، هذا اكيد ان شاء الله مستقبل عالمي ناطره. في حالات انه ما ضروري يكون عالمي، انما هي ثقافه عامه. انا بالموسيقى بعتبر بشجع العالم ثقافه، انه انت آلتك خادم معك وراح صديقتك. قبل ما تسمعنا كمان اسيل حابين كمان نسمع منك مقطوعه موسيقيه. بتسمع كلام الأستاذ دائما ملتزم؟ ملتزم بالتعليمات يعني. حلو. سمعنا شيء أسيل هيك على ذوقك. Thank you.
شكرا شكرا كثير لك، وان شاء الله يا رب اكيد بقادم الايام بنشوفك المرتبه الاولى على مستوى القطر ان شاء الله، ونشوف اسمك هيك لامع كمان خارج سوريا ان شاء الله. كل التوفيق لك، كل التوفيق لك كمان استاذ باسل جردي، اهلا وسهلا فيك ولكل طلابك اكيد. شكرا لكم، شكرا لقناه اوغريت، شكرا لاهتمامكم بالمواهب الشابه، شكرا لكم كثير كثير. شكرا كثير لكم، شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم كثير.